عليكم. اليوم مع وصفات ام وليد واش راح نديرو؟ حنديرو ان غراتان بلا فيون داشي والخضره. يعني هذا الغراتان يعتبر روعه، بنين بزاف، حتى ولداتنا راح ياكلوه ومش راح يفيقوا بانه فيه الخضره. اول شيء واش راح نحتاج؟ هنا عندي كميه تاع لا فيون داشي كما انا نشوفو، حوالي 3 حبات تاع الجبن مثلثات، مغرف كبيره تاع لا مارغارين. عندي هنا 3 حبيبات بيض كاملين، حبيبه تاع البطاطا. هنا عندي 2 حبات تاع الزروديه سكرفشتهم، نص كيس تاع خميره كيميائيه، كميه تاع المعدنوس مقطع رقيق، بصله مسكرفجه، 2 سنات تاع الثوم، 2 مغارف كبار تاع لا شابلور. وعندي هنا نص كاس تاع لا كريم فريش الخاصه بالطبخ. ما عندكش تقدري تستعملي علبه تاع الياغورت ناتشور. اول شيء واش ندير؟ اذا هنا عندي هذاك لا فيون داشي مع الفورماج وهذيك لا مارغارين، واش ندير؟ نسكرفج هذاك الثوم، هكدا نبدلو شويه في الطبخ تاعنا ونديرو يعني اكلات يعني صحيه اكثر. اذا نزيد عليهم هذاك البصل مسكرفج، معدنوس، ندير كامل المقادير مع بعض. اذا نخلط مليح، تقدري تستعملي يدك. لا فيون داشي عندي حوالي 250 غرام، اذا نزيد عليهم هذيك الزروديه مسكرفجه. هنا فقط تقدري تزيدي الكورجات حتى هي تكرفجيها حبيبه، فقط انا ما عنديش، لكن تقدري تزيديها. ندير هذيك لا شابلور اللي هي 2 مغارف كبار، نزيد نسكرفج معاهم هذيك الحبيبه تاع البطاطا. اذا ها هي ما سكرفجتهاش فقط لانها تكحل، يا اخي اخر دقيقه سكرفجيها. اذا تكرفجها كامل. هنا راني سكرفجت هذيك البطاطا كما انا نشوفو، نفقس عليهم هذوك 3 حبيبات تاع البيض. ندير الكل مع بعض رغم انها عملت حبه حبه فقط، لكن راح يدير لك كميه مليحه. في الفوق راح يهبط بطبيعه الحال كي يطيب. نزيد عليهم هذاك النص كاس تاع لا كريم فريش، ما عندكش ديري علبه تاع ياغورت ناتشور عادي. اذا نملح الخليط تاعي، ندير شويه تاع فلفل اسود ونخلط كامل الخليط مع بعض. اذا نخلطو غير بالعقل. اذا نبقى نخلط ثاني، ندمجو لنا كامل المقادير مع بعض غير بشويه كيما تقدري تستعملي يدك عادي، لكن غير بالملعقه تقدري تخلطي. اذا نكمل نخلط مليح. اذا هنا عم تخلطوا لي كامل المقادير مع بعض، نضيف عليهم هذاك نص كيس تاع الخميره كيميائيه، نص كيس راح يكفينا. نزيد ندخلو مليح في الخليط، اذا هنا بعد ما خلطتو مليح نحكم امول دهنتو بالزبده لي يدخل الفوق ونعمرو. معليش عمريه مليح لانه كي يطيب راح يهبط شويه، ماشي بزاف، لكن الخضره كي تطيب بهذه الطريقه. اذا الفرن تاعي راني شعلتو لكن على 160 ولا 170 درجه، ما يكونش الفرن سخون بزاف، ونخلوه حوالي ساعه في الكوشه حتى يطيب لنا مليح الكراتان تاع نهار اليوم. اذا ندلو شويه تاع الجبن المبشور على الوجه، نعاود لكم، وندخلو الفرن على 160 170 درجه، يعني النار ناقصه على المتوسط، ونديرو حتى يطيب ياخذ لون ذهبي على الوجه تاعو. راح ياخذ حوالي ساعه في الفرن، ونعاود نرجع لكم. اذا الكراتان تاع الخضره بلا فيون داشي ها هو امامنا، خرجته من الكوشه. يعني والله طول شويه في الكوشه كما قلت لكم، لازم تخلوها على 160 170 درجه ساعه حتى لساعه وربع حتى ياخذ لون ذهبي باش تنحوه. النار ما تكونش قويه
تحت المتوسط باش الخضرة هذيك تطيب لك. اذا راح نقسم لكم منه شوية فقط باش تشوفوا كيفاش جانا من الداخل. بسم الله. اذا نحي كمية بهذه الطريقة غير بالعقل. اذا ها هو شوفوا كيفاش يجي معنا. لا غير يجي بزاف بنين حتى الريحة تاعو يعني كي كان يطيب تشهي ريحته. شوفوا الخضرة معنا شوفوا كيفاش تجي. والله الاولاد راح ياكلوها وما راحش يحسوا اصلا انه فيها الخضرة. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة والى اللقاء.